أبو عبد العزيز، لما رجعت من الخبر العودة للرياض، وهنا بدأ نشاطك الفني، مرحلة أو لقائك مع الفنان الراحل سلام عبد الله. والله شوف، يعني أنا ما كنت أتوقع أني أنا بقابل هالشخص. أسمع له وأحب أغانيه، أحب أشكر بالفنان، يعني مش متعصب على فنان معين، بس كان سلامة يلامس فيني شيء، وأشوفه في التلفزيون بس أني أقعد معاه يعني حلم يمكن. حلم. فمر علي شخص قال لي أنا ودي أغني. قلت غني، هو يعزف عود. قال أبغاك تروح معاي مؤسسة هتاف. قلت لمن؟ قال سلام عبد الله. قلت أوه ماشي. في سبب خلاه ياخذني معاه. أول سبب أنه هو عازف شاطر لكن يده مكسورة. كيف يعزف؟ فرحت أنا وجلسنا نتقهوى عند سلام عبد الله، وكلمه قال انا فنان ابغى اغني وكذا. قال سمعني. سمع سلامه اغنيه. سلامه ترى صريح ما عندنا فدوران. قال سمعني واحده غيرها. قلت له كذا برات الله يرحمه. قال له والله انت لا انت ما تصلح فنان، تصميمك مو فنان، صوتك مو فنان كذا. يعني انا صراحه يعني ما توقعت سلامه بيقول له كذا. هذاك خذها قال لا، قال ابو عبد الله هذا فن ما فيه لف ودوران، تغني لازم اكون اسمع فيك شيء. وقال ما تزعل من تقهوي انا قاعد انسان الموضوع. قال له هذا ترى محمد يعزف عود وشاطر ويغني. قال سمعني. قمت سمعته اضحكي اللي سمعناها. الرجال كان ملحن. قلت والله ما ادري انا ملحنها بس ما ادري لحن، ما اعرف شيء هي لحن ولا مش لحن، ما ادري. هي كلمات مين؟ واحد اسمه حمد الحنو من عودة ستير، شاعر. قلت والله كان هذا لحن ما ادري. قال لا جميل. قال سمعني الثاني. قلت والله عندي واحد ما ادري هو لحن ولا مش لحن، ما اعرف ولا لي بالفن. انت مو متخيل نفسك ولا فنان براسي او تصير فنان ولا براسي. وسمعه اشتريت رضاك يا الغالي بغالي، ما لقيت انك تدور عن بداري، تو يدري انك بقلبي تسلى، وان قلبك عن هوا مغليك سالي. يا سلام. قال يا اخي الكلام ذا عجيب، من كلام؟ قلت حمد الحنو. قال وين الشاعر ذا؟ قم سمعت اللحن. قال لا 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 تعال لي بعد ثلاثة ايام. ذاك الوقت ما في جوالات، فترى رقم التلفون البيت ثابت، تلفون العادي. قعد ستة شهور يرن، والله ما رد، ما ادري ما يبالي. ذاك اليوم بعد ستة شهور يرن التلفون واشيله. قال لي سلام عبد الله. قلت صحيح. ايه من جد ابو عبد الله؟ قال والله من جد. يلا وبعد يومين مشي للقاهره. يعني سلامه من طبعه اي فنان جديد ما يسجله في القاهره، يسجله في الاستديو عنده على العود وينزله في الساحه ويشوف رد الفعل بعدين يسجله في القاهره. انا اول شريط كان في القاهره. وهنا انطلقت فني. بعدها خلاص انطلقت. جميل.